مرحبا بكم معنا مرة أخرى في حلقة جديدة من برنامجكم دار ديزاين، البرنامج اللي دائما كيجيب لكم الجديد اللي متعلق بالديكور والديزاين. الجديد هذا الأسبوع جبناه لكم من خلال التعرف على كل ما كيخص ديكور وأكسسوارات غرف الأطفال. فقرة افوايا بخي غادي نقوموا بإعادة ديكور ان سالون باستعمال الأثاث المتواجد فيه، وفي نهاية الحلقة الجولة ديالنا غادي تكون في مدينة مراكش باش نتعرفوا على مكان مميز عاد حل الأبواب ديالو في الزبائن. خليكم معنا. إذا كانوا الوليدات ديالكم كل واحد عنده غرفة ديالو ولا كيقتسموا نفس الغرفة، فمن الضروري أنها تكون مفرشة بطريقة عملية وبديغانجمون وبديكور جميل وهادئ. ما نساوش أن غرفة الأطفال عندها بزاف الاستعمالات، فالطفل كيقرا كينعس وكيلعب في هذا الفضاء، لهذا من الضروري أنه يكون أميناجي بطريقة صحيحة. نشوفوا النصائح اللي كيعطونا الخبراء في هذا المجال من خلال الصور. إلا كنتو كتوجدوا الغرفة ديال الأطفال ديالكم ولا بغيتوا تعودوا التزيين ديالها، كاينين شي حاجات لازم تعرفوها من قبل. أشنو خاص ضروري يكون في الغرفة، الألوان اللي غادي تختاروا، وخصوصا طريقة التزيين ديالها. على حساب السن ديال الطفل ديالكم الغرف كتبدل. نشوفوا التوضيحات ديال الاختصاصيين. لي طوندونس تختلفوا على حساب السن ديال الطفل. حتى لربع سنين سي بلوس دي طوندونس كلاسيك بالنسبة للأثاث. لي طوندونس سي دو لاكي بلون. بالنسبه للالوان تنلقاو سورتو البلو سيال بالنسبه للوليدات، الروز كلير بالنسبه للبنات، لو غري كلير حتى هو سي تري طوندونس لا بالنسبه للولاد ولا بالنسبه للبنات. من 4 سنين حتى ل 10 سنين لي طوندونس سون بلوتو لوديك، سيتادير تنلقاو الالوان بزاف و اوني بلوس سور دي طوندونس ا تيم بحال دابا إلو كيتي ولا تيم برينسيس للبنات ولا كارز ولا سبيدرمان بالنسبه للوليدات. ساعات يبقى الاختيار للطفل. من 10 سنين الفوق سي بلوس دي طوندونس مودرن. بالنسبه للاثاث تلقاو دي لين دروات دي مابل تري سامبل. بالنسبه للالوان تنفضلوا الغري اللي تنوالموا مع لو روج بالنسبه للولاد، بالنسبه للبنات تلقاو لو بلون تنوالموه مع لارجونتي الفوشيا تاعتي. ابتداء من 12 عام الطفل كيبدا يفرض الذوق ديالو حيت كيدخل لمرحله المراهقه. خاصنا اذا نبدلوا ليه الجو ديال الغرفه على حسب المتطلبات ديال المراهق. نشوفوا لي طوندونس الاخيره في الغرف. ابتداء من 12 عام الطفل تيبدا يفرض الذوق ديالو، تيدخل لواحد المرحله اللي خاصو يبدل الجو ديال الطفل، مرحله المراهقه. تلقاو بحال دابا دي اكسسوار المراهق تيعجبو بحال لي ساكو. في الفراشات باغ اكزومبل تنزيدو سون افيل لي ليجيغون، دونك في حاله اما جا عندو شي صاحبو يقدر ينعس معاه سي دي لي اللي تيكونوا تحت من فراشو. تيكونوا اوسي دي زيتاجير دو رانجمون سوسبوندو، حيت توصل واحد السن تيكون حاجتو بزاف ديال le rangement. Il a qu'un bit كبير, c'est nécessaire aussi d'avoir un canapé اللي يقدر يجلس عليه ولا لجا عندي شي واحد في بيتو يجلس معاه. لي طوندونس كثار والاختيار كيبقى لكم. حنا اليوم اختارينا نقدموا لكم لا طوندونس غيدخل الدراري الصغار. كنلقاوها في الاكسسوارات ديال التزيين وفي الالوان اللي كنختاروا، وكتمكننا نحصلوا على جو مريح وديزاين في الغرفه ديال الطفل. لي طوندونس ديال التزيين اللي كاينين في الغرف هو ليسبري ريترو فينتيج لوليدات صغار. مثلا الاثاث اللي كيكون معاود بحال المكتب اللي تيفكرنا بايام زمان، مثلا الاثاث من الخشب ولي موبيلي ريكوب، مثلا لي كاجيت اللي هما كيف ما تنعرفوا كنستعملوهم للخضره نقدروا نستعملوهم في الديكور. وعندنا كذلك لي فوتي كلوب فينتيج لي كوسان اللي هما كيديروا واحد لا بتيت توش. وهذا الشيء كامل ما نساوش انه خصو يكون في واحد لو كادر ديال لاسوسياسيون ما بين القديم والجديد، وهذا كيسمح لنا اننا نخلطوا ما بين لا طوندونس ريترو ولا طوندونس كلاسيك اللي موالفين نشوفوا. ويمكن لنا ندخلوا دي كولور فلاشي اللي في العاده ما كنقدروش نديروهم، دي كولور فيفونت مثلا لو جون فليو دو روز فوشيا اكسيتيرا. كاينين العديد من الاكسسوارات، البعض منها أساسية بحال مثلا لي لامب دو شوفي اللي كيعطيو ضوء خافت مناسب للوليدات الصغار.
وكاينين الاكسسوارات ديال التزيين بحال مثلا لي ستيكرز ديال الحيوط اللوحات لي زيتاجير الخدادي وزيد وزيد. نتعرفوا على جوج ديال عناصر التزيين اللي غادي يعجبكم الابداع اللي فيها. لي بواط ايستوار هما دي بواط لي تصيبوا على ما لارتيست بحال تتعاود لينا شنو طرا في زمان بطريقه حديثه بلا فاسون كيفاش دارت لي فيغورين اللي مصيبين فيهم ولي كولور اللي مديورين فيهم. دونك هذا كيعاود لينا كيفيق فينا حتى حنا الكبار يامات الطفوله. لي تيت دو رين هما من الخشب ام دي اف ريسيكلي كيحافظوا على البيئه واللوينات ولي موتيف اللي فيهم كيفكرونا بلا لا تابيسري ديال اليامات زمان كوم دي باتشوار. حلقة اليوم مصممة ديكور بمساعدة فريق دار ديزاين غادي يقوموا بإعادة ديكور أن سالون باستعمال الأثاث اللي سبق متواجد فيه. نشوفوا كيفاش دازوا الأشغال من خلال الصور. هاد السيمانة حنا جايين باش نعاودوا واحد لو سالون اللي العائلة ديالو بغات تبدلو وتستغلو أكثر. أجيو معنا نشوفوا كي داير. دابا لاباس عليك على لاباس كيفاش لاباس جاني مع البرد صافا الحمد لله. الوغ اليوم عندنا هذا الصالون هذا فيه ستوكو اللي كنلقاو في جميع البيوت المغربيه ياك واللي كيكبسنا في الخدمه شويه. هذا ما باليش كيبري بزاف دونك غادي نحكوا شكوي شويه. هذا لافونتاج اللي فيه هو ان ما مضلعش السراج خفيف شويه ما مديرش السراج كثير داكشي اللي غادي من الخدمه كاينه الخدمه كاينه كيما ديما. دونك غادي نصبغوا هاد ليسباس كله غادي تعاود تصوب ليا لو بلافون باسكو حتى هو مسخ وبدا كيتقشر. هاد لابارتي هادي غير غتخيطيها وغادي ديرها لي باسكو غادي نديرو فيها انا بياج اخر ياك صافي مزيان ما يخش لك الوقت بزاف هاد الصام صافي. الحكان هو اللي كاين هنا بزاف هو اللي غادي يقول لنا شحال د الوقت اللي غياخذ لك حيت هو اللي غادي يحفر لك الدنيا كامله غير دازو الاولاني ياك عبد الرحيم. عبد الرحيم غادي نبدل البلاصه ديال لا تيليفزيون دونك بغيتك دوز ليا ترانشي ما عرفتش واش غندوزو من هنا ولا من هنا انت قول لي على حساب. لا ما ندوزهاش من هنايا عشان هيرو غادي هذا الحيط هذا غندوزو من هنا حتى هذا الحيط دوبل كروازو غادي نديرو الثقبه تماك الثقبه هنا وندوزو التيبرونج ديالنا مع هذا الدوبل كروازو عاوتاني اللي كاين هنايا باش دير العمليه ساهله وما تشدش ما غتحفرش بزاف فوالا على حساب السباق باش ما تشدش ليه الوقت دغيا غادي تكمل مراد بان معنا مزيان صافي مزيان. دونك صافي من بعد تحيد لي هذا لابليك صافي ما غاتبقاش اها وهنايا غتحيد هذا السلوكه ديال هذه البوله باش خلينا نخدموا على خاطرنا صافي. وهنايا غادي نزيدو هنا غادي تزيد لي فكرتيني غتزيد لي سبوت وحده اخرى صافي غنديرو جوج لي سبوت غيكونوا جوج صافي واخا مزيان داكور ميرسي بوكو الله يعاونكم بارك الله فيك. الصالون اللي غنعاودو هذا الاسبوع هو كبير والاثاث اللي فيه مزيان غير الثوب ديالو اللي قدام شويه. اول حاجه غنبداو بها الصباغه اللي غتكون عباره على لون واحد واللي هو ان غوز بوردو. لا نيش فحنا غنصوبوها بالبابي بان. لا تيليفزيون غادي نعلقوها في الوسط باش تخلينا نحطو الصالون والكليسه ديالنا في واحد الاتجاه اللي مقاد متناسق. اخر حاجه فغنعمرو الحيوط بدي طابلو دي زيتاجير من الوان مختلفه. بخير لاباس عليكم كلشي حاضر الدراري. هذا هو الكوكي اللي غتبعوا عليه بالنسبه للصباغه المراد غنلصقوا لكم هنا مراد بغيت واحد لاكولور ماشي هذيك بالضبط حيت لي كولور ما كيطلعوهاش دونك غادي نشريوها واجده ماشي انت اللي غتخلطها فيغ لي طون روج بوردو صافي غادي نصبغوا هادشي كله هاد لابارتي كامله اللي بانت لك تما غير غتقادها حيت ندير بابي با سيمو صلاح نتوما غتخو لي هادشي صافي. شكون بقى لي عبد الرحيم غادي تزيد تصوب لي لي دو سبوت اللي تماك غتحيد داك لابليك حيت ما عندنا ما نديرو بها وتحيد لي لي بريس كاملين باش مراد يخدم مزيان صافي يلا جو. دابا وصل وقت الاشغال ديالنا
خوينا الغرفه من الاتات كله وخزناه في لونطري ديال المنزل. لي كانابي ولي فوتوي كنحيدو لهم لي ووس ديالهم باش يمشيو عند لو تابيسي. دابا نقدروا نبداو الاشغال ديال الكهرباء. اول حاجه كنعملوا اون ترونشي باش نبدلوا بلاصه لي بريز الكتريك ولا بريز ديال التلفازه وكنجمعوا الخيوط كلها بواسطه ان تويو فليكسيبل. من بعد ما كنتهيو من هذه العمليه كنغلقوا لا ترونشي بشويه ديال القفص ولاندوي. خاصنا نخليو هذا الحيط ينشف مزيان قبل ما نستمروا الاشغال ديالنا باش نتفاداو البقع. كنكملوا اشغال الكهرباء بوضع لي سبوت فلانيش. كنعملوا جوج ديال التقابي في السطح بواسطه منشار من نوع كلوش. هذا المنشار كيمكننا نعملوا تقابي دائريه. ملي كنحصلوا على جوج ديال الدائرات كيوضع الكهربائي ديالنا لي كابل ديال الضو وكيوضع جوج ديال لي سبوت. صباح الخير سيدي لاباس عليك؟ الحمد لله الله يبارك فيك. الحمد لله. عافاك كنقلب على توب غليظ اون طوال ولا فولور يكون في الغوج غوج صان غوج داكوغ وغاس لالا وي يا سويلا يا سوي اونكوغ فوالا لا هذاك لا هذاك شويه مغلوق لا يا فولور كوم سا غوج فولور زوين بغيت بحال هاد لوغوج اللي وريتيني في الاول غير توب يكون مقاس حش بزاف باسكو نديرو في الفوطه عندي واحد اخر اها داكور لا فوالا نوريك الداخل باش يبان لك فطو اها هذا مزيان حيت غنديرو غير في دي فوطو دونك ما خصنيش التوب يكون واقف بزاف صافي مزيان هذا غادي يخصني منه 6 المتر كاينه 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 صافي تخبي قطع عليها واخا داكور سلام عمر سلام لاباس عليك الله يبارك فيك الحمد لله الوغ عمر غنبداو بهذا التوب هذا ديال الكويخ دونك هذا هو اللي بغيتك تشري لي باش نصوبو به الصالون اييه كاركاس لي زاسيز كلشي كلشي بهذا فوالا دونك غنخليه لك وهذا التوب هذا الاحمر غادي نديرو به لي دو فوتوي اللي عندنا ابار وغادي يبقاو لي واحد الطرف ديال التوب هذاك اللي غيبقى لي غدير لي منو جوج ديال لي كوسان اللي غيتحطو في هذا الطرف هذا باش يعطيو لي غابيل مع الصالون فوالا صافي صافي يلا الله يعاون تبارك الله عليك يلا سلام ملي كنحيدو لي بريز ولي زانتيروبتور كما العاده يمكن لينا دابا نمروا لمرحله الصباغه. اولا كنحيدو الصياغه ديال ستوكو بواسطه شيفون اللي فيه سولفون. من بعد كنحكو المساحه كامله باش نسهلو الصباغه ديال لاكوش الاولى. الخيوط ديال لونطري الخشب الشراجم والبيبان محميه بالسكوتش باش نتجنبو الطبايع. السقف ديال الصالون هو دا اختار تغيير لي كرو الاصلي اللي صفار شويه مع الوقت بواحد اللون ابيض. بما اننا اختارينا اللون في الحائط الاساسي ضروري ان السقف ديالنا والارض يبقاو مضويين وكلير. نقدروا نبداو دابا في عمليه تغيير كامله لهاد لو صالون. كنعملوا صباغه حمراء للحيوط اللي كيغير بشكل كبير ومباشر لو ستيل ديال هاد لو صالون. ومن بعد كننظفوا كل شيء باش نمروا لمرحله لا ديكوراسيون. بونجور هدى اهلا صافا لاباس عليك الحمد لله بغيت ان بابي بان نوار اوني عافاك ما بانليش هنا بانو لي غير فيهم لي غولييف vous avez besoin combien de rouleaux deux suffisant هذا مزيان فوالا صافي هادو ديرهم لي في ان ساك ناخذو معايا دابا داكا صافي سي بون داكا فلانيش كنوضعوا لو بابي بان وكنحرصوا على ان الحمر ما يبانش خاص النتيجه تكون رائعه. وخا تبغيو توضعوا طرف صغير ديال البابي بان من الاحسن انكم تلجؤوا لخدمات ديال الاخصائيين باش ما يكونوش فيه العيوب. دابا خصنا نساليو الاشغال ديال الصالون.
كنرجعوا لي بريز ولي زانتيروبتور لبلاصتهم. كنوضعوا كذلك لو لوستر جديد اللي اختارت هدى باش ينسجم مع لو تيم فينتيج ديالنا. كنوضعوا كذلك اون ترانغلا ريدو في السقف. هاد العمليه سهله بزاف لان لا ترانغل ما كتبانش، خاصها غير توالم العرض ديال الشرجم. بالنسبه لاستوس ديكو ديال هاد الحلقه، هدى اختارت تخدم في لانيش. بغات تصنع جوج ديال لي زيتاجير اللي غادي يعطيو واحد ليفي فينتيج للصالون. باش تصنع هاد لي زيتاجير خاصها 5 صباغات اكريليك، قاعه الحرش، شيتا د الصباغه، ان غولو صغير، وجوج لي زيتاجير ديال الخشب. كنبداو هاد العمليه بمرحله الحك باش نحيدو الفيرني من الخشب، لان هاد الفيرني ما كيخليش الصباغات تلصق. كتحك طرف بطرف وكتحرص على الجناب بطريقه خاصه باش ما تخسرش الخشب. من بعد كتصبغ الجهات الخارجيه ديال هاد لي زيتاجير بصباغه كحله اكريليك خاصه بالخشب اللي كتنشف دغيا واللي كتطلب 3 الى 4 سوايع فقط بين كوش وكوش واللي ما فيها حتى شي ريحه. كتعمل جوج ديال لي كوش بواسطه لو غولو الصغير. وباش تحصل على ان ايفي فينتيج، هدى اختارت تصبغ الداخل بالوان مختلفه. كتصبغهم بلورانج، فوشيا وتركواز. النتيجه ديال لي زيتاجير غادي تناسق مع لو ديكور فينتيج ديالنا. اخر المطاف كنلصقوا هاد لي زيتاجير بجوج في لانيش. نقدروا نمروا دابا لوكوان تي في. كنعملوا ايتاجير بزاج في الحيط تحت من الموقع ديال التلفازه باش نوضعوا فيه جهاز دي في دي وديكودور. ومن بعد كنفيكسيو التلفازه كذلك. هادشي كيمكننا من اننا نربحوا بزاف ديال السباس في هاد الغرفه بفضل الخدمه ديال الكهربائي ديالنا. ما كيبان حتى شي خيط وكلشي ناضي. نقدروا دابا نتكلفوا بلا ديكوراسيون. لي فوتوي اللي بدلنا ليهم الثوب بالحمر كيتوضعوا في بلاصتهم جديده، ولو كانابي كذلك كيرجع للصالون. جلد مارون اللي اختارينا ليه كيعطيه واحد الشكل قديم شويه لي تري توندونس. لي كوسان ديال هاد الكنابي كلهم ديوسابل، هادشي كيمكن العائله تبدل لا ديكوراسيون من فصل لفصل. باش نخليو الضو يدخل الصالون ديالنا، اختارينا واحد لو غيدو اون فيل احمر. كنزيدو زربيه، اون طابلو باس، دي اكسسوار و دي اوبجي شيني في الدار باش نساليو لا ديكوراسيون ديالنا. مابقى لينا دابا غير نحطو دي طابلو و هالو صالون فينتيج ديالنا واجد. الشكل النهائي اللي حصلنا عليه في هذا الصالون وهو ان ستيل فينتيج كما كتشوفوا. فاحنا فرقنا هذا الاسباس لثلاثه فضاءات، منهم فضاء الاكل، العيش والاسترخاء. اخيرا من ناحيه لي زاكسيسوار فاحنا حطينا ان تابي بودواش، ومن بعد فمن ناحيه لاستوس ديكو حطينا فيها دي زيليمون اللي اكدوا لنا على لو ستيل فينتيج اللي بغينا نحصلوا عليه. Desert, you can't remember your name.
كيف ما العادة إلى حتى أنتم بغيتوا تغيروا ديكور البيت ديالكم فما عليكم إلا تصلوا بنا عبر الهاتف ولا البريد الإلكتروني اللي كيظهروا أسفل الشاشة ولا تسجلوا صفحة البرنامج على فيسبوك. وصلنا لجولة هذا الأسبوع وغادي ناخدكم مدينة مراكش باش نتعرفوا على مكان مميز بالهندسة ديالو العصرية ولو غافينمون ماروكان وكيمنح للزبائن جو راقي وإن أمبيانس سوفيستيكي. نتعرفوا عليه أكثر من خلال الصور. الكونسيبت ديال لوتيل باين خدينا فيه شي تقاليد مغربيه وخدينا التقاليد ديال المودرن اللي جات ولات دابا في لو موند بارتو كلشي كيبغي يدير شويه ديال لو توش ماروكان بحال الكابس الجليز لو فيلين ديال الرياض. خدينا الانسبيراسيون من واحد لوتيل اللي كاين في باريس واللي داروا لو ديكوراتور جاك غارسيا اللي هو لوتيل كوست. كنا بغينا نخلقوا هذاك لامبيانس ديال لوتيل كوست افيك اون غاليري اوفيرت اي بوي ديفيرون بوين دو فونت دو ريستوراسيون. لو ترافاي سور ليتابليسمون سا ايتي في بين واحد لاركيتيكت اللي كاين هو هنايا في مراكش ازور ديزاين اي لو كابيني دو جاك غارسيا اللي هو خدم في لو بروجي من لا كونسيبسيون انيسيال. الارشيتكتور كتردنا لتاريخ المغرب وليستواغ ديال المغرب ومعها واحد شويه ديال المغرب لي مودرن دابا كما كنشوفوا القبس والسواري اللي مديورين هادو كانوا كيكونوا في الرياضات مراكش فاس. الى لقيتي راسك في برا دلوتيل ولا لداخل دلوتيل كتحس براسك كاين في واحد السيركل في واحد الدواره وهذيك الدواره كان ديال سي ادريس بناني الاخ ديال سي احمد لاحظ واحد النهار جا كيشوف لوطيل وكيشوف هادشي ديال البني ولاحظ بلا الام ديالو عندها الخاتم وفكر بلا شي حاجه تكون مختمه وتكون مقاده ومدوره وفكر بهذوك الا شتي برا الزنقه هذوك الديزاينات مدورين وهنايا لوطيل كله داير رغم ملي كنشوفوا لي شومبر كومو يسون بوزي كلهم دايرين. علاش ليفيرناج حيت دابور سي لو كارتيي دو مون انفونس هو فاش كبرنا بوي لو كارتيي ليفيرناج سي ان كارتيي اللي هو معروف من راكش اللي هو فريكونتي اللي كاين فيه لا كونسونتراسيون ديال لا بلوبار دي اوتيل بريستيجيو اي دي مارك بريستيجيوز. بالحوايج اللي هما في لا ديكوراسيون اللي فكرنا فيهم اي كي ايتي فريمون تري تري ابريسي من بعد هو لو ترافاي ارتستيك اللي دار في لوتيل. خدينا واحد ان بانتر مغربي مراكشي اللي سميتو ضيف الله ودرنا توت اون كوليكسيون ديالو في لي شامبر في لي كولوار في لا غاليري. On voulait que ça soit donc le but d'Yalna Khan Huan Dirob Hal l'hôtel une galerie d'art permanente. Il a dit tout ce que nous voulions acheter qui était réussi à l'hôtel. Radin Jaw, c'est le Sky Lounge. C'est une belle terrasse avec des lits, avec une petite piscine. Les tatars de la forme dial le patio et la galerie donc elle a une forme un peu originale et bizarre on peut dire. Bien sûr bon, on a une vue imprenable sur Jbel Atlas ou les remparts donc les remparts de Marrakech sort dial Marrakech ou le Koutoubia bien sûr.
Le but, c'était de faire quelque chose, d'utiliser des matériaux qui sont utilisés dans les bateaux. Du coriandre, donc il y a du coriandre, des barres en coriandre, du bois au sol, donc du teck naturel. Donc tout ça, c'est des matériaux qui sont utilisés beaucoup dans les bateaux. Et l'idée, c'était justement de faire comme une terrasse de paquebot avec une belle vue. Donc c'est une décoration assez moderne. Donc le mobilier, c'est un mobilier moderne. Il utilise les matériaux légers, la corde, donc des couleurs originales. Tout ça, c'est de l'innovation. Donc ils ont pu innover par rapport à du mobilier de terrasse classique. حلقتنا وصلت للنهاية ديالها كيف ما العادة كنتمنى أنكم تكونوا استمتعتوا واستفدتوا من الفقرات اللي قدمنا لكم ما تنساوش إلى عندكم أي سؤال ولا اقتراح بعتوا لنا به وإلى بغيتوا فريق دار ديزاين يجي لعندكم ويحل أي مشكل متعلق بديكور البيت ديالكم ما عليكم إلا ترسلونا خليتكم على خير ونتلقاكم الأسبوع المقبل في حلقة جديدة من برنامجكم دار ديزاين